تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المحامي العام في محافظة حماة عدنان محمد البكور. أعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الأسد وعصابته، وألخص أسباب استقالتي بما يلي: أولاً، قتل السجناء في السجن المركزي بحماة يوم الأحد 31/7 والبالغ عددهم 72 سجيناً من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين، ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماة. ثانيا، المقابر الجماعية في الحدائق العامة على يد قوات الأمن والشبيحة، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة. ثالثا، الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، والذي قد بلغ حقيقة ما يقارب 10,000 معتقل. رابعا، التعذيب داخل فروع الأمن، والذي بلغ عدد ضحايا ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطن، وقد أجبرت على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم من البرادات إلى مقبرة ممن قتلوا تحت التعذيب إلى المقبرة الخضراء في السريحين. خامسا، قيام الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحميدية والقصور، وبقيت الجثث تحت الأنقاض لعدة أيام مما أدى إلى تفسخها. ويوجد في جعبة الكثير من الشهادات والوثائق التي سأدلي بها في وقت لاحق، وسأذكر الآن على عجالة أسماء المجرمين الذين قاموا بهذه المجازر ضد المدنيين العزل. أولا، وزير الداخلية محمد شعار، وكان يشرف بنفسه على الحملة العسكرية بحماة، العميد محمد مفلح رئيس فرع الأمن العسكري بحماة، العميد عبد الحميد إدريس، المقدم ناجي الصباغ رئيس قسم المخابرات الجوية بحماة، العميد جهاد حسن رئيس فرع أمن الدولي بحماة، العميد حسام لوقا رئيس فرع الأمن السياسي بحماة، العميد إبراهيم خليفي معاون قائد شرطة حماة، المقدم محمد أحمد ملحيس والرائد واثق كنجو، والملازم أول شادي هنيدي مشرف التعذيب في السجن المركزي، والمقدم سليمان جمعة المشرف على التعذيب أيضا في السجن المركزي، والمساعد أول رامز علي، والعقيد سهيل سليمان، والمساعد أنور الحسن. وهذه حقيقة ما جرى ويجري في حماة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم.